أعمالها موزعة على أعضائها، فمنهم من كانت مهنته تحضير النصوص وصيغ الخطابات، وآخر مهنته أو مهمته كتابة هذه الخطابات بالحبر الزفر، وثالث مهنته طبعها، والباقون توزعها على أصحابها، وأصحابها هم الذين تصل إلى الجمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات على وجهها. ده حسن البنا الصبر.